ده انت حكمت حضرتك في احمد عمران في ثانيه. ما هو ده عشان جه بس انا بقى عشان انا شاهد عيان في هذا الامر، جه تنازل من النادي من خلال تعليمات المهندس سامح فهمي. امتى يا فندم؟ انا ماليش تعليمات، معلش احنا قدام قانون يا لا انا بتكلم على الواقع، على الواقع. ما انا بقول لحضرتك انا ماليش تعليمات، مفيش حاجه اسمها تعليمات، قدام القانون مفيش تعليمات. لا صاحب الحق، صاحب الحق انت محامي متفهم. لا صاحب الحق يا حلمي بيه، صاحب الحق تنازل وهو يملك. طيب انت حضرتك دلوقتي قلت مجموعه من الامور، هستاذن حضرتك ولو اتمنى تكون موجود معانا على الهواء عشان اذا كان هناك تعقيب اخر. استاذ نصر عزام مستشار القانوني لنادي الزمالك، مساء الانوار يا نصر بيه. مساء النور يا كابتن مدحت، يا رب تكون بخير. الحمد لله. حضرتك اكيد بتشاهد وسمعت كل الكلام، خليني امشي معاك واحده واحده. استاذ حلمي عبد الرازق اكد ان توقيع العقد قد تم على بياض ودون وجود بنود مكتوبه، واتملت بعد كده بمعرفه بما يعني اتملت بمعرفه اداره الزمالك. اتفضل يا نصر بيه. كابتن ميدو، احنا الموضوع ده دلوقتي ده لجنه قانونيه قدام اتحاد الكوره، وكل طرف ابدى دفوعه. نعم. وابدى كل الكلام ده، وطلعنا قدام الراي العام واتكلمنا في النقاط دي كلها. نعم. فاحنا مش عايزين نزيد ونعيد تاني في نفس الكلام. ان الكلام دلوقتي لازم نترك للناس في اتحاد الكوره ان هم ياخدوا القرار من غير اي تاثير خارجي عليهم. نعم. زي ما بيحصل في اليومين اللي فاتوا. نعم. كل الاعلام طالع انه بيهدد النادي، الاهلي بيهدد اتحاد الكره هيصعد الموضوع للفيفا وهيعمل. ما هي ده اللي حصل فعلا، انه كل معسكر اكد انه اذا صدر القرار على غير ما يرضيه سيلجا الى المحكمه الرياضيه. على فكره مش الاتحاد الدولي كله بيقول غلط، الاتحاد الدولي لا يستقبل ده، هيرجعه ويقول لك ده شان داخلي، المحكمه الرياضيه. نعم. دلوقتي التصريحات طالعه ان هم يستبعدوا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم ينظروا في الموضوع. لا، هو حلمي بياكد ان ده ما حصلش. يعني موجود في كل الجرايد وتصريحات رسميه لمدير عام النادي. المهم علينا، يعني انا عايز اكد على نقطه. نعم. ان النادي الاهلي مش طرف في الموضوع ده. مظبوط. الموضوع ده ما بين اللاعب ونادي. لكن اللاعب يعني النادي يهتم بلاعبه، ده اكيد يهتم بلاعيبه. هما دلوقتي بيقول لك النادي اجراءاته سليمه. طب انت النادي الاهلي لما اشترى اللعيب كان يعلم ان هو موقع نادي الزمالك ولا لا؟ كان يعلم بتوقيع نادي الزمالك؟ لا طبعا. بدليل ده اللعيب طلع اعترف في التلفزيون وقدام الناس كلها، والناس كلها عارفه بالازمه دي، وبدليل ان تم العقد الثلاثي ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، ان في حاله ان اللعيب لو راح نادي الزمالك ان النادي الاهلي يسترد فلوسه تاني، واي ايقاف او اي غرامه يتم توقيعها اللعيب هو اللي يتحملها. فاذا النادي الاهلي على علم بالموضوع ده من قبل لما هو حلمي بيه بيقول لك لا طبعا ما يعرفوش. يا مدحت في حد في مصر يا كابتن مدحت ما يعرفش ان طب نسمع الجزئيه ان هو موقع لنادي الزمالك. طب نسمع يا نصر بيجو الرد من حلمي بيه عشان نبقى ماشيين مع بعض. مثل مع الفارق حضرتك. انت النهارده لما بتشتري عربيه بتكتب فيها ايه؟ اذا ظهر خلاف اي حق للغير على هذه السياره، او ان لو مالكها كان سابق ان هو عليه التزامات بالسياره دي، حضرتك بتقول ايه؟ الطبيعي ان انت بتقول ان هذا العقد هيبقى غير نافذ، وحضرتك هتسترد فلوسك. ده الف ب، انت بتحتاط لنفسك. انا ما اعرفش هو اساسا جايبه منين. لا هو شاف عقد حضرتك بتاعي مع اللاعب، ولا شاف النيجوشيشن اللي حصلت، ولا الديل وصل ازاي او انتهى ازاي. نعم. القصه ده كلام بيقولوه منين؟ انا مش قادر افهم. اتفضل. وايه القصه اللي هم طالعين بيقول النادي الهادي بيهدد ليه؟ انا موقفي سليم، اهدد ليه؟ انت حضرتك اجبت على الجزئيه دي حلمي بيه. اتفضل يا نصر بيه. احنا بس النادي الاهلي مش طرف في الموضوع، احنا الموضوع ما بين اللعيب. احنا قدمنا مستنداتنا وقدمنا الدفوع بتاعتنا، فيعني الموضوع دلوقتي متروك لاتحاد كره القدم. نعم. ان هو يتخذ القرار النهائي فيه، وبعد كده احنا بننتظر في حاله صدور القرار ونبحث الموضوع. لو عايزين القرار مش هيجيب حق نادي الزمالك، هنصعد الموضوع للمحكمه الرياضيه. على كل الاحوال احنا طبعا يا نصر بيه لما فتحنا هذا الامر على الهواء مباشره، وتفضل حلمي بيه مشكورا باستعراض وجهه نظر قانونيه في هذا الامر، احنا في النهايه بنعرض ده اللي هيجري داخل اروقه اتحاد الكوره مش هيعلم عنه الملايين. احنا بنعرض هذا الامر لان الملايين النهارده مستنيه، فاحنا بنحطهم علما بدفوع كل نادي والنادي كيف يدافع عن حقوقه من وجهه نظره. ده امر مشروع جدا اعلاميا. احنا ده قضايا على قد كده 100 مره بتتناقش امام الاعلام زي هشام طلعت مصطفى وغيره وغيره. اذا كنت حضرتك ليس لك رغبه فيما ابداه حلمي بيه هذا شانك يا استاذ نصر،
لكن هو حلمي بيبي يؤكد انه في الموعد المناسب لديه مثلا اخر سيخرج به يبطل كل هذه الامور. اذا حابب تعلق على ان اللاعب مضى على بياض، انه لم يتقاضى اي مبالغ ماليه، وانه هذا الامر قد ملئ بعد توقيع اللاعب على بياض، ان الاوراق التي وقعت قد سلمت للنادي على سبيل الامانه، ان الدوره المستنديه تثبت ان اللاعب لم يتقاضى مليم واحد، بدليل ان الزمالك لم يسدد اي ضرائب للجهه الضرائبيه. هذا ما قاله حلمي بيه عبد الرازق. لو حك حابب ترد على اي حاجه براحتك، ما انتش عايز ترد هذا شانك امام الراي العام الزملكاوي. كابتن مدحت، اللعيب جه بارادته نادي الزمالك ومضى على عقود لنادي الزمالك، ما مضاش على بياض. نعم. اللعيب جه مضى على عقود نادي الزمالك، وهو ومضى على اقرارات بخط ايده ان هو يرغب في الانضمام لنادي الزمالك ولا يرغب في تجديد عقده مع نادي الاتحاد. فحته ان احنا هنتكلم ان هو مضى على بياض، لا ما مضاش على بياض. ده اللعيب في التحقيقات اعترف ان هو اتفق مع نادي الزمالك على مده العقد وعلى المبالغ الماليه. فيعني النقطه دي عايزين نقفلها تماما، ان احنا على بياض والكلام ده لا، ده نموذج عقد محترف لاعب كره قدم. على بياض الذهان مضى على حاجه هو مش عارفها، مضى عليها كذا مره قبل كده. فالموضوع ده يعني رغبه اللعيب ان هو يروح نادي الزمالك قبل ما يبقى هداف افريقيا وجايب نفسه. الموضوع بعد اتغير بعد لما بقى هداف افريقيا والناس ضغطت عليه. فيعني اتكلم ان احنا ده بعد كده نقول بقى نوقع على بياض وانا ما خدتش وين. طب نقف عند النقطه دي، نقف عند النقطه دي يا استاذ نصر. اللعيب قبل كده طلع قال برضه ان انا ما وقعتش لنادي الزمالك. طيب نسمع كده، طلع ان قال انا وقعت نادي الزمالك. طيب الكلام بتاع اللعيب احنا مش محل ثقه تماما. اللاعب ما انكرش، اللاعب قال لك انا وقعت على بياض، انما الجزئيه حضرتك اللي بتاكد صحه كلام اللاعب حضرتك. بالنسبه للشرطات الخاصه اللي موجوده مدحت بيه في نهايه كل عقد من النموذج اللي بيوزعه الاتحاد المصري لكره القدم على الانديه للتعاقدات والانتقالات. الشركات الخاصه دي يتعين عليها انها ما تتمليش كده حضرتك، تتملي وانما ينتقل اللاعب الى الموظف المختص اللي موجود في منطقه كوره للتوقيع امامه. ما ينفعش حضرتك وانت اعلم مننا في القصه دي انها تروح كده حضرتك ويتم توثيق العقد، يبقى تهريج، يبقى النادي حضرتك يعمل اي حاجه. لو اللاعب ما ارتضاهاش ووقع حضرتك قدام الموظف المختص في منطقه الكوره لا يعتد بهذه الاشتراطات. تيجي انت تقول لي الولد عليه 100 مليون؟ فين القصه دي؟ طيب دي نقطه مهمه يا استاذ نصر، ليك رد عليها؟ كابتن مدحت، الموضوع ده مش مظبوط تماما، الكلام ده مش مظبوط تماما. دليل على كده ان عقود لو سمحت ما يقاطعش، لان انا ما بقاطعوش. طيب ان عقود اللعيبه، خلينا نسمعه حلمي بيه بعد اذنك. اتفضل يا نصر بيه. عقود اللعيبه عندنا، لعيب شريف اشرف عقده كان فيه شرط جزائي مليون يورو والتوقيع بتاعه سليم والعقد معتمد من اتحاد الكوره من غير لما يتم التوقيع عليه قدام الموظف المسؤول. فالنقطه دي احنا مش عايزين بنتكلم في كلام كتير يعني علشان نشتت القضيه ونبعد عن اصل القضيه. لا هو بس انا عايز اقول تعليق. وقع الناديين. نعم. وده اللي المفروض يتعمل. انا عايز اقول تعليق صغير بس يا نصر بيه وحضرتك تكمل براحتك. هو اي حاجه واحنا بنقولها دلوقتي من المؤكد اذا كان ليها مردود قانوني في اللوائح، الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره هترجع اللوائح. إذا كانش ليها مرفع فبالتالي كل واحد بيدلو بدلو يعني. طيب الجزئية الخاصة بالدورة المستندية، إن هو الحلم بيه بيقول إن هو الكلام إنه قبض مليون و200 ألف من مليون و500 ألف وإن ال 300 هتوردوا الضرب ولم يحدث هذا، وبيدلل بالتالي إن هو ما قبضش حاجة إطلاقا. يا كابتن اللي هو صبري سراج طلع ورد على الكلام ده قبل كده، فاحنا مش عايزين نعيد ونرد تاني. لا ذكر الناس، ذكر يعني الناس يعني. لا يعني خلاص الكلام ده في مستندات دلوقتي قدام اتحاد الكوره، واتحاد الكوره بيحكم من خلالها. فيعني مش عايزين ان احنا نقعد نخش نتكلم في كلام كتير. استاذ صبري سراج دخل معايا، ملوش اي واقعه دلوقتي. لا ده مهم، انا عايز اقول لك الكلام ده مهم جدا. ليه؟ قول لي ليه؟ النهارده لما الامر بيعرض بكامله على الراي العام وهو داخل أروقة مجلس الإدارة، حتى اللي أنا آسف إن أنا أقول كده، إن أنتوا بتعملوا عملية مذاكرة ومراجعة كاملة للدنيا كلها. وبالتالي يعني حلمي بيه مثلا قال نقطة دلوقتي أنا ما أعرفهاش، قال إنه لابد إن يتم التوقيع أمام الموظف المختص في منطقة القاهرة. ربما تكون دي في اللوائح، ربما لا، انا ما اعرفش بصراحه، ما عنديش تاكيد ده، لكنها نقطه اثرها. مين يا مدحت بيه؟ نعم حضرتك، الناس اللي قاعده حطت اللوائح دي ومش عايزه تطبقها.
لا مش ممكن، مش ممكن، محدش هيطبق. ارجع النهارده حضرتك التعليمات اللي انتوا وزعتوها في